ناجحه وهتنجح اكتر، وبعد المعلمين الجديده هتتباع اكتر. بس هو المخ اللي بيبيع والمخ اللي بيدير افراد البيع هو اللي بينجح المشروع. احنا نازلين بسعر متر 8250 جنيه سعر المتر، وده اقل سعر موجود في العاصمه الاداريه، 10% على 4 سنين. في 2017 من اول يوم 20/3/2017 لغايه 1/1/2018 كانت اجمالي مبيعاتنا تتخطى 600 مليون. في 2018 نجحنا ان احنا نكسر المليار 200 مليار 300. في 2019 مبيعاتنا زادت بقت فوق المليار ونص، وهدفنا ان احنا نوصل اخر السنه دي ل 4 مليار جنيه. بعنا المرحله الاولى في العاصمه الاداريه في مشروع جنوب بالكامل، والمرحله الثانيه برضو في العاصمه الاداريه في جنوب بعناها بالكامل، وبعنا اكتر من 50% من الفيلل بتاعتنا.